برعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، قام الشيخ هشام بن عبد العزيز الخليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية بتوقيع عقد اتفاقية تعاون مشتركة بشأن إدارة وتشغيل المطبخ الرئيسي بمجمع السلمانية الطبي من قبل شركة باص للتطوير لتوريد وجبات جميع المرضى المقيمين لمدة عامين. وصرح الشيخ هشام بن عبد العزيز الخليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية بأن هذا التعقد يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى المقيمين والعاملين بمجمع السلمانية الطبي. من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من توجيهات مجلس أمناء المستشفيات الحكومية الهادفة لتوفير أعلى المستويات الخدماتية من حيث الجودة والكفاءة المقدمة بمجمع السلمانية الطبي. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة شركة خدمات مطار البحرين باص وشركة باص للتطوير السيد نبيل خالد كانو إن شركة باص تفخر بافتتاح مرافقها الحديثة العام الماضي في منطقة البحرين العالمية للاستثمار تحت الاسم التجاري شركة باص للتطوير المصممة لمراعاة أفضل استراتيجيات التخطيط في مجال التموين باستخدام أحدث المعدات والأساليب الحديثة لضمان توفير إنتاجية عالية في بيئة صحية وآمنة. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين باص وشركة باص للتطوير المهندس محمد خليل أحمد أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة عمل شركة خدمات مطار البحرين حيث تعد من أوائل الاتفاقيات المبرمة بشكل مباشر لشركة باص للتطوير في مجال التموين. الإدارة الجديدة السلمانية بأنها تسوي أوت سورسنج أو يعني تخصيص الخدمات الغذائية، لأنها عبارة عن تخصص، والتخصص في شركات مخصصة تسوي طيب كفاءة وقيمة نسبيا متنافسية. ودائما المبدأ الآن في المستشفيات أنه أو في الأعمال كلها التخصص أنك تسوي اللي صوبك واللي غير صوبك تسوي أوت سورسنج حتى اللي أكفأ يسوي. وهذه الحقة اللي متابعينها في السلمانية، وإن شاء الله هذا يكون يعني تطور جيد ويريح المرضى ويعطيهم أنواع من الأكلات جيدة ويعني يساهم في يعني رضاهم عن الخدمات الطبية في المستشفى. يعني القطاع الخاص في عندهم أشياء كثيرة متخصصة وهم أحسن فيها من تسوي بروحك، فأحسن أنك تبدأ يعني توكلها لهم وبيسوون لك خدمة من أحسن ما يكون وبسعر تنافسي يمكن بعد أحسن من اللي تقدمه لو سويته بروحك.